حاجة تشرف وحاجة تدعو للفخر، يوم رياضي سعيد على كل المصريين النهارده بعد ما نجح أحمد الجندي إن هو يجيب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، ودي أول مرة تحصل في تاريخ مصر في اللعبة دي في الأولمبياد تحديدا، أول مرة في اللعبة دي إن احنا نجيب ميدالية أصلا. فكل التحية لأحمد الجندي، بنشكره، كنت بطل يا ولد وقدرت إن أنت ترجع أو تيجي من المركز الـ 14 للمركز الثاني، ودي حاجة كانت رائعة جدا ونجح فيها بشكل كبير وقدر إن هو يجيب لنا ميدالية مهمة. لكن كمان الذهب بقى، الذهب أغلى والذهب أهم. بطلتنا في ريال أشرف قدرت إن هي تجيب أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو بعد ما عملت مشوار أكثر من رائع، وتألق وتوهجت بشكل كبير جدا جدا وفرحتنا كلنا كمصريين. هم دول الأبطال، هم دول اللي لازم ندعمهم ولازم نفضل في ظهرهم ولازم نفضل متابعينهم على طول، مش بس في البطولات اللي زي دي. طالما هم بيقدروا يشاركوا في البطولات الكبيرة ويجيبوا لنا ميداليات، فلازم نفضل جنبهم ونفضل بندعمهم بنتابعهم بشكل مكثف. في ريال أشرف قدرت إن هي تفوز بالذهبية في وزن 61 كيلو جرام بفوزها على بطلة أذربيجان 2-0 في المباراة النهائية. ده كان بعد إيه بقى؟ بعد ما تأهلت المباراة النهائية من خلال بطلة كازاخستان بنتيجة 5-4، وأيضا أصبحت في ريال أول مصرية وعربية وأفريقية تحرز الميدالية الذهبية في الأولمبياد، واول ذهبيه لمصر في اولمبياد بشكل عام من ساعه اثينا 2004. واخيرا النهارده كان العلم المصري بيرفرف والنشيد الوطني بيعزف في سماء طوكيو بفضل الملكه الذهبيه في ريال اشرف بعد الفوز بذهبيه الكوميتي. فبالتالي طبعا مبسوطين بها جدا وفرحانين بها جدا، وهي اكيد قدوه لكل البنات وكل كمان الشباب اللي حابب ان هو يحقق انجاز تاريخي في مسيرته كلاعب في اي لعبه، او كمان انجاز تاريخي لمصر عشان يفضل اسمه مخلد دائما. لكن في نفس السياق طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه وجه تهنئه لفريال أشرف بعد تحقيقها لذهبية طوكيو، وقال من خلال تهنئة سيادته: أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه أولمبياد طوكيو 2020. إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد زي ما حضراتكم شايفين كده ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات. فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. الميدالية دي هي الثانية لينا في الكاراتيه طبعا بعد امبارح لما جانا فاروق جابت الميدالية البرونزية، وما كانتش موفقة في ان هي توصل للنهائي، وكان في كلام كتير جدا على جانب التحكيم. لكن في كل الأحوال إنجاز كبير أيضا حققته جانا، وجانا من أحد أو من إحدى اللاعبات المميزات جدا جدا على مستوى العالم في الكاراتيه. فكون ان هي تشارك وتقدر تجيب الميدالية البرونزية فده برضو كان إنجاز بالنسبة لمصر، وهي تعتبر أول عربية وأفريقية ومصرية تحصل على ميدالية أولمبية في الكاراتيه، ورابع فتاة مصرية تفوز بميدالية أولمبية بشكل عام. وبالمناسبة جايانا هترفع علم مصر غدا في ختام الأولمبياد. نتمنى للجميع كل التوفيق. لسه عندنا بعض المنافسات تقريبا القليلة جدا في أولمبياد طوكيو، لكن احنا بشكل عام قدرنا إن إحنا نجيب 6 ميداليات، وده أول مرة في تاريخ مصر في مشاركتها في أولمبياد إن هي تخرج حتى الآن ب6 ميداليات في البطولة. دي لقطات لجيانا البطلة واللي قدرت إن هي تفوز بالميدالية البرونزية، وحاجة طبعا تدعو للفخر، وكلنا مبسوطين جدا 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 بأبطالنا في الأولمبياد. وكنا يعني عندنا بعض التخوف مع بداية الدورة الأولمبية إن ما كانش في أي ميداليات ولا في أي إنجازات، وكنا دايما نقرأ أو نتابع ونشوف توديع اللاعب الفلان اللاعبة كذا كلام من ده بيودعوا. لكن الحمد لله الناتج في النهاية أو مع اقتراب نهاية الدورة الأولمبية بقى في بعض الميداليات الجيدة والمميزة بالنسبة للبعثة المصرية. عايز أكمل كلامي على أحمد الجندي وأقول لكم مشواره، لأن أحمد الجندي بصراحة عمل حاجة ما كناش متوقعينها وما كانش في حد مستني، إن في الخماسي الحديث بالذات نجيب ميدالية أصلا. ما حدش كان يتوقع الجانب ده تحديدا، لان عمرنا ما حققنا ميداليه في اللعبه دي خالص خالص، يعني ما حصلتش قبل كده. فان هو يطلع الثاني
بالشكل ده يا بطل، والله العظيم انت حاجه جميله جدا، ومبسوطين منك جدا وفرحانين بيك جدا، ويعني مشرف يعني. بص مفيش اي كلمه، اي كلمه تقدر تدي حق الابطال دول بصراحه. يعني احمد الجندي قدر ان هو يفوز بالميداليه الفضيه بعد ما تقدم من المركز ال14 الى المركز الثاني في اعجاز كبير، ان هو يجي من ال14 للمركز الثاني، فده في حد ذاته اعجاز كبير جدا جدا، واول ميداليه فضيه لمصر من ساعه اولمبياد لندن 2012 قدر يجيبها لنا بطلنا احمد الجندي. ولاول مره في تاريخ مصر تحصد ميداليه في الخماسي الحديث لتصبح الرياضه الثامنه التي تتوج فيها مصر بالميداليه او بميداليه اولمبيه بشكل عام. واحمد الجندي هو كمان اصبح اول لاعب افريقي ومصري وعربي في التاريخ يحقق ميداليه اولمبيه في رياضه الخماسي الحديث، يعني مفيش اي بطل عربي او افريقي قبل كده او مصري قدر ان هو يجيب ميداليه في الرياضه دي، فحاجه جميله يعني، حاجه تفرح جدا.